حماية نفسك من فيروس كورونا. انتشر فيروس الكورونا كوفيد 19 في معظم دول العالم في فترة قصيرة جدا. أفضل طريقة لحماية نفسك من فيروس الكورونا هي تذكر وتلتزم بالإجراءات الوقائية الثلاثة. أولا، اغسل يديك بالماء والصابون مع التدليك جيدا لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو يمكنك تدليك الأيدي باستخدام مطهر كحولي به نسبة لا تقل عن 60%. لا تغسل يديك قبل أن يجف المطهر، دعه يجف قبل الغسيل. ثانيا، تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك الغير مغسولتين، والحدث تلامس لوجهك يجب أن تعيد غسيله. ثالثا، يجب التطهير اليومي للأسطح التي يتم لمستها كالأبواب والترابيزات بالمطهرات الموصى بها، مع أخذ الحيطة بضرورة غسيل الأيدي قبل التطهير وبعده بالصابون بالطريقة السابقة. بعض الاحتياطات التي يجب اتباعها في حالة وجودك بالأماكن العامة: عند عطسك غطي فمك وأنفك بمنديل ورقي أو في كم قميصك في المنطقة داخل الكوع، ثم اغسل يديك جيدا بالماء والصابون وطهرهم لمدة لا تقل عن 20. في المناطق المعروف بانتشار الفيروس يجب تجنب التجمعات البشرية، وهذه خطوة في منتهى الأهمية إذا كنت عرضة لفيروس كورونا كوفيد 19. أكثر الأفراد معرضين للخطر عند الإصابة بالفيروس: كبار السن، المرضى ببعض الأمراض المزمنة كالسكري، المصابين ببعض الأمراض التي تضعف جهاز المناعة. لو أنك مريض، إلزم منزلك إلا لغرض البحث عن مساعدة طبية. ابتعد عن أي أشخاص أو حيوانات بالمنزل. تجنب الذهاب إلى العمل أو المدارس أو الأماكن العامة. تجنب استخدام المواصلات العامة أو المواصلات المشتركة أو التاكسي. ما هي الأسباب التي تجعلك تطلب مساعدة طبية؟ وصول درجة حرارتك إلى درجة 38 درجة مئوية، وجود كحة جافة، صعوبة في التنفس. ماذا تفعل لو انتشر فيروس كوفيد 19 في مجتمعك أو محيطك؟ تجنب أي تجمعات بشرية غير ضرورية مع اتخاذ مسافات آمنة بين الأشخاص بقاء بالمنزل. يجب على جميع المجتمعات العمل معا للحد من انتشار والقضاء على فيروس كورونا كوفيد. تذكر الغسيل الجيد لليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، عدم لمس العينين والفم والأنف بالأيدي الغير مغسولة جيدا، تطهير اليوم للأسطح التي يتم لمسها. نظرا لطبيعة الموقف دائما التغيير، تابع توصيات المنظمات الصحية المحلية ومنظمات الصحة العالمية.